مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج السلطة الرابعة، وفيها تتابعون: الدستور الأردنية تقول إن حكومة التطرف تعمل على احتلال غزة، والأهرام المصرية تكتب غزة تسطر تاريخها منفردة، أما القدس العربي فتتحدث عن شبح المجاعة الذي يتهدد الغزاويين وتقول إن وجبة واحدة تكفي. مرحبا بكم. تناول موقع المصدر أونلاين تقريرا قال فيه إن وزراء وأعضاء الكنيسة الإسرائيلي من حزب الليكود يناقشون الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر تصويت بحجب الثقة عنه وفق وسائل إعلام محلية. ونقلا عن القناة 13 العبرية والتي قالت إنه منذ اليوم التالي للحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر تتم مناقشة الوضع في غزة ومناقشة النظام السياسي في إسرائيل. وأضافت القناة الإسرائيلية إن وزراء وأعضاء الكنيسة من الليكود يناقشون إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر تصويت بحجب الثقة عنه، وتشير القناة بذلك إلى تصويت الكنيسة الإسرائيلي بحجب الثقة عن نتنياهو كشخص واستبداله بقيادي آخر من حزب الليكود. وكانت استطلاعات الرأي العام في إسرائيل أشارت إلى تراجع مكانة نتنياهو والليكود مع تقدم حزب الوحدة الوطنية وزعيمه بيني جانتس، وعقب إطلاق كتائب القسام التابعة لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عملية طوفان الأقصى على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. أطلقت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، دمرت خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها وخلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين. قال الكاتب الفلسطيني لموقع الدستور الأردني سر القدوة إن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير خلال مقابلة متلفزة على القناة الإخبارية 12 طالب بإعادة احتلال قطاع غزة وإحياء الاستيطان فيه. وأوضح القدوة أن هذه المواقف والتصريحات أثبتت خطورة سياسة الاحتلال وحربه المفتوحة على قطاع غزة، ومما لا شك فيه أن هدف الاحتلال أصبح واضحا وهو فرض سيطرته على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني. وبين القدوة أن قادة اليمين المتطرف يسعون إلى احتلال مناطق من غزة وإعادة المستوطنين إلى التجمع الاستيطاني جوش قطيف، وتأتي هذه الإجراءات برغم كلفة العدوان الباهظة التي بلغت الأسبوع الخامس نحو 9 مليارات دولار، وتسبب ذلك في ارتفاع العجز التراكمي في الموازنة العامة لدولة الاحتلال إلى نحو 6 مليارات دولار، علما بأن مجلس الحرب أوصى بعدم تحويل ميزانيات الاتفاقيات الائتلافية للحكومة وتحويلها لأغراض الحرب بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام. وقال القدوة في نهاية مقاله إن حرب الإبادة الإسرائيلية المنظمة هدفها الوحيد هو سرقة الأرض الفلسطينية والقضاء على حل الدولتين وتنفيذ مخططات ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان، فهم يريدون أرضا بلا شعب، حيث يعودون إلى تنفيذ مشاريع النكبة من جديد وقرارات حكومة التطرف، موضحا أن مجلس حربهم يتسوق مع مشاريع الإبادة المنظمة التي لا تعترف بالشعب الفلسطيني وحقوقه. إذن نكمل ما نشرته الصحف حول غزة، حيث نشرت صحيفة عمان اليوم مقالا للدكتور عبد الحميد الموافي قال فيه إن القوات الإسرائيلية الهمجية تواصل أعمالها العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتتسع إدانته ويتعاظم التنديد به من جانب شعوب العالم التي هالتها همجية السلوك الإسرائيلي. وقال الموافي إن التمسك الفلسطينيين بأرضهم وإرادتهم القوية في استعادتها وتحريرها جيلا وراء جيل يشكل في الواقع الصخرة الأساسية
التي سيتكسر عليها الاحتلال الإسرائيلي. وبين الموافي في مقاله أن انتقاد قرارات نتنياهو لدى الرأي الإسرائيلي يزداد بشكل كبير، حيث تراجعت نسبة مؤيديه إلى 29% بين الإسرائيليين مقابل 56% يؤيدون زعيم المعارضة غانتس، في وقت تزداد فيه خطورة الحرب بالنسبة لإسرائيل بسبب ازدياد خسائر قواتها بشرا ومعدات بعد توغل قوات متزايدة لها دخل داخل غزة وصعوبة قتال قواتها داخل القطاع. وبشأن الحديث عن ترحيل الفلسطينيين قسرا إلى سيناء، قال الموافي إن قضية الترحيل قد واجه معارضة مصرية وفلسطينية وأردنية وعربية عامة تجسدت في قمة الرياض الأخيرة، ما أدى إلى تعديلات أمريكية ملموسة لمواقف كانت واشنطن قد أيدتها في بداية الحرب، موضحا أن مسألة التهجير القسري لمواطني غزة هي مسألة تخالف قواعد القانون الدولي، بل تعد جريمة من جرائم الحرب ولا يمكن القبول بها، إذ أن الفلسطينيين هم من لهم الحق النهائي في ذلك باعتبارهم أصحاب الأرض وأصحاب الكلمة الأخيرة فيها. قال الكاتب عماد رحيم في مقال نشرته صحيفة الأهرام المصرية إن المتابعين لأحداث غزة انقسموا إلى فريقين، الأول عدد من الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، والفريق الآخر وهم أكثر عددا هم الداعمون للقضية الفلسطينية وهم من العرب والمسلمين، يرون أن إسرائيل دولة احتلال اعتدت على الأراضي الفلسطينية وما زالت ترتكب بحق أهلها حروب إبادة لم يسبقها فيها أحد من قبل. أوضح رحيم أن إسرائيل زعمت أنها تحارب من أجل حماية شعبها ضد هجمات حماس، وعملت وراء تحقيق هدفها الذي تسعى إليه منذ نشأتها وهو إبادة الشعب الفلسطيني. وقال رحيم إن القضية الفلسطينية لن تموت، والرأي العام الدولي تتصاعد وتيرة غضبه يوما بعد يوم. ومتابعة التظاهرات المنددة بالجرائم الإسرائيلية ليس فقط في الدول العربية والإسلامية، ولكن في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا. وأوضح رحيم أن أكثر من 32 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بدء العدوان الهمجي الإسرائيلي عليها، والأمر قابل للزيادة، لتؤكد إسرائيل أنها الدولة الوحيدة التي تسير عكس التيار ولا تأبه للقانون الدولي لأنها لم تجد من يردعها. وعن دخول إيران في المعركة، قال رحيم إن عدم دخول إيران الحرب حتى الآن جعل العالم يركز جل تركيزه على القضية الفلسطينية. واختتم رحيم قاله بالقول إن الجرائم الإسرائيلية الدنيئة لن تمر وستظل عالقة في أذهان الناس سنوات وسنوات، وسيلتصق بها صورة الدولة الاستيطانية الإرهابية. وفي الأخير سيذكر التاريخ أن غزة صنعت تاريخها بشرف وعزة منفردة بدماء أبنائها الشرفاء، وأن إسرائيل تخسر كثيرا ليس فقط عسكريا ولكن اقتصاديا وإنسانيا، خسارة لن يسهل تعويضها. نكمل ما وردت فيه الصحف حول غزة وقضية فلسطين، حيث قال صحيفة القدس العربي إن سكان قطاع غزة لا يجدون أي بدائل محلية تساعدهم على الحياة، حتى الأراضي الزراعية لم تسلم من القصف الإسرائيلي منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى. تعمدت إسرائيل اقتلاع أشجار الزيتون التي تشكل 70% من دخل الفلسطينيين، ومنذ أسبوع قصف الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الدنوماتان من الأراضي المزروعة بالخضروات. يقول المواطن محمد أبو غالي للقدس العربي: علينا أن نأكل نصف رغيف صباحا فقط، وننتظر حتى وقت العشاء لنأكل نصف الرغيف الثاني. هكذا نعيش نتيجة ظروف الحياة المعيشية القاسية التي نواجهها. ويقول مواطن آخر من مدينة رفح ما زال يمكث في بيته خلال حديثه للقدس العربي: إن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض إلى العقاب الجماعي في ظل لا مبالاة إسرائيلية. ويقول المزارع علاء ظهير: منذ بدء الحرب على غزة لم أستطع الوصول إلى الدفيئات الزراعية المزروعة بالخضار،
وأهمها البندورة والخيار بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار علينا. وقد تم ذلك واستشهد أحد المزارعين وهو يقوم بري أرضه المزروعة بالبطاطس شرقي مدينة رفح. وبحسب إحصاءات رسمية فلسطينية فقد بلغ عدد الخسائر في القطاع الزراعي الناجمة عن الحرب المتواصلة على قطاع غزة 180 مليون دولار خسائر مباشرة، فيما أتلفت قوات الاحتلال وجرفت أكثر من 25% من المساحات الزراعية بواقع 45 ألف دونم حتى اللحظة. وما زالت الأمم المتحدة تناشد إسرائيل أن تعيد الحياة إلى طبيعتها في غزة. وناشد فيليب لازاريني الممثل الخاص للأمم المتحدة في غزة بأهمية رفع الحصار عن المساعدات الإنسانية قائلا: المياه هي الآن آخر شريان حياة متبق، وأنا أناشد برفع الحصار عن المساعدات الإنسانية الآن. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع هذا الكريكاتير، إلى اللقاء.